بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 19 حول درس التناسبية لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2019-2020. قطار يسير بحركة منتظمة يقطع 1 كيلومتر في 40 ثانية. 40 سكوند. أولا، ما هي المسافة التي يقطعها في 1 ثانية؟ ثانيا، ما هي المسافة التي يقطعها في 1 ساعة؟ يلا أنقل هذه المعلومات في دفتر التمارين ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. صافي انتهيت؟ يلا نبدأ الجواب. القطار يقطع 1 كيلومتر في 40 ثانية. إلى السطر، القطار يقطع إكس كيلومتر في ثانية واحدة. ما عارفينش شحال المسافة التي يقطع في ثانية واحدة، لهذا سميناها إكس. إذن في هذه الجملتين التي كتبت هناك وضعية تناسبية بين المسافة والمدة الزمنية، ما هي؟ نعم، إذن 1 وإكس متناسبان مع 40 وواحد. حنا غادي نكتبها 1 وإكس متناسبان مع 40 وواحد. ثم نطبق قواعد التناسب لكي نحصل على إكس، يعني 1 على 40 يساوي إكس على 1. ونطبق هذه القاعدة، 1 في 1 يساوي 40 في إكس، يعني 40 في إكس يساوي 1 في 1، يعني إكس تساوي 1 على 40. ونقسمها 1 على 40، 1 على 40 أنا نوضع الصفر، 0 في 40 0، إذا خصنا نعود ننزلو 1 ونديرو 0، 0 تاني، ثم ننزلو 10 ونعود تاني نديرو 2. 2 في 40 80 من 120، ونزلو 0 بطاطين هنا 5. إذن 0.025 كيلومتر، 0.025 كيلومتر، اللي هي 25 متر بعد عملية التحويل من الكيلومتر إلى المتر. إذن المسافة التي يقطعها القطار في ثانية واحدة هي 25 مترا أو 0.025 كيلومتر. نواصل في السؤال التالي، يطلب منا حساب المسافة التي يقطعها القطار في ساعة واحدة. غادي نعود نكتبو القطار يقطع 1 كيلومتر في 40 ثانية، اعتذر، في 40 ثانية. ثم القطار يقطع إكغاك كيلومتر
أو إكس كيلومتر في واحد ساعة. وهنا ضروري نحول الساعة إلى إلى ثواني، أي 3600 ثانية، باش ما يكونش عندنا مشكل في اختلاف في الوحدات. خدينا 40 ثانية، إذا الساعة خصها تتحول لثواني. إذا عندنا هنا حالة ديال التناسب، فماذا سنقول؟ نعم، سنقول أن واحد وإيغريك متناسبان مع 40 و 3600. واحد وإيغريك متناسبان مع 40 و 3600، ونطبق قواعد التناسب التي عرفناها سابقا. يعني 1 على 40 يساوي إيغريك على 3600. ثم هذا يعني أن 1 في 3600 يساوي 40 في إيغريك، يعني 40 في إيغريك يساوي 1 في 3600، يعني إيغريك يساوي 3600 على 40. نقدروا نختزلوا 10، و36 على 4 هي 9، ونضع الصفر في اليمين بتعطينا 90. إذا المسافة التي يقطعها القطار في 1 ساعة أو في ساعة واحدة هي 90 كيلومتر. المسافة التي يقطعها القطار في 1 ساعة هي 90 كيلومتر. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج زيتون مراكش. إلى اللقاء.